ما هي الفائدة التي تعود على كينيا من دعم انقلاب في السودان؟ مش كينيا، هو فائدة الرئيس الكيني الذي لديه مصالح اقتصادية، مصالح في تجارة الذهب وتهريب الذهب السوداني من السودان إلى كينيا، هو شريك لحميتي في هذه الجريمة. بالتالي نحن لا نتحدث عن المجتمع الكيني، بل ولا نتحدث حتى عن الأحزاب السياسية الكينية، نحن نتحدث عن الحكومة الحالية الكينية التي يقف على رأسها هذا الرجل الذي يوالي حميتي وتربط به مصالح اقتصادية ضخمة، وحتى رائحة فساده داخل الجغرافيا الكينية فاحت وأصبحت حديث الصحف بشكل يومي وحديث المجتمع الكيني بشكل يومي. وبالتالي هذا الرجل ليس مؤهلا لا أخلاقيا ولا سياسيا ولا قانونيا لكي يتبنى أي نوع من أنواع المبادرة، وكل ما يقوله في الحقيقة هو يستلف لسان التمرد، على عكس الموقف التركي وعلى عكس الموقف المصري الذي يقف موقف فيه كثير جدا جدا من الوضوح في العلاقات. تركيا ومصر تتخوف من تمدد ميليشيا غير نظامية تمتلك السلاح وتمتلك التموين من بعض الجهات ومن بعض المخابرات، وهذا يهدد كل المنطقة التي تمتد من القرن الأفريقي إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى حتى حدود منطقة الشرق الأوسط. حتى حميتي كان يحاول أن يدغدغ المشاعر السياسية للرئيس التركي فأرسل له تهنئة عندما فاز بالرئاسة، ولكن هذا لم يحدث تغيير. يعني هذا عمل علاقات عامة بارد لا يؤتي أكله. الدولة التركية يعني تقوم بممارسات سياسية وفق أطر أخلاقية، يعني نحن نعلم أن حميتي زار تركيا وعبد الرحيم أيضا شقيقه زار تركيا وطلبوا هذا النوع من الطائرات، ولكن الدولة التركية والحكومة التركية كان حديثها واضح وقت ذاك، حتى قبل أن يظهر الخلاف بين حميتي وبين البرهان، وحتى قبل أن تظهر بوادر التمرد الحالية، كان رد الدولة التركية وقتها والحكومة التركية أن الحكومة التركية لا تبيع هذا النوع من الأسلحة ولا تبيع أسلحتها إلا عبر وزارات الدفاع للحكومات المعترف بها، وبالتالي رد حميتي على أعقابه. وتم التعامل مع الدولة السودانية ممثلة في رئيس مجلس سيادة الفريق البرهان.